وان شاء الله احنا نحتفل زي ما احنا عايزين. الجماهير تفرح وحقها لك اللعيبه. انا في اعتقادي خلاص على الفطار كان في التزام وتركيز للمباراه اللي جايه. ده اللي احنا عارفينه. خلينا نتاكد او ناخد معلومات اكتر من زميلنا محمود شاوي. ازيك يا محمود؟ اهلا بك يا كابتن اسلام، وتحياتي للكابتن هاني رمزي وكل مشاهديكم الكرام. حبيبي الف مبروك الاول، خليني ابارك لك وابارك لكل بعثه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بالكامل الحقيقه على هذا الاداء الرائع اولا، وهذه النتيجه الكبيره والتاهل للمره الرابعه على التوالي الى الدور نصف النهائي في بطوله كاس العالم. طبعا مباركه يا كابتن اسلام، استحقها كل جمهور الاهلي العظيم. وبصراحه الاهلي بيسطر تاريخ في يوم ورا يوم. اللي بيحصل ده في كاس العالم للانديه مش مجرد صدفه، فريق بيشارك للمره التاسعه على في تاريخه وبيحقق مثل هذه الانجازات، يبقى احنا امام تاريخ بيسطر وبكتب بحروف من ذهب. انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، عاوز ابدا بالحديث عن هذه النقطه تحديدا كابتن اسلام وكابتن هاني. رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لما يشيد بالاهلي في المقصوره الرئيسيه باستاد الجوهره بهذا الشكل امام كل الضيوف، فانت اكيد امام فريق عالمي مش مجرد بطل قاري يمثل قاره افريقيا. انت امام فريق عالمي، وده كان كلام امبارح باستفاضه كبيره مع كل الضيوف اللي كانوا موجودين. عاوز ارجع لكلام حضرتك المهم، اغلاق الصفحه وفتح صفحه جديده. اقول لك على كل اللي حصل في التواليت، لكن عاوز اقف او ابدا من النقطه دي تحديدا. انت امام فريق بطل بكل معاني الكلمه، وده كلام الكابتن محمود القطيب امبارح مع اللعيبه اللي قال لهم بشكل واضح جدا، انتوا شرفتوا الاهلي واسم الاهلي وجمهور الاهلي، وكتبتوا اسم كبير جدا لانفسكم في بطولة كبيرة زي كأس العالم للأندية، لكن احتفلوا النهارده اللي هو امبارح ليلة أمس طبعا، ومن بكرة التفكير في طموح أكبر وحلم أكبر وهو الوصول لنهائي المونديال. إن شاء الله. الاحتفالات امبارح يا كابتن إسلام وكابتن هاني كانت احتفالات راقية تليق باسم الأهلي، كل اللعيبة طبعا يعني كانت حالتهم المعنوية في السماء زي ما بنقول، لكن الحمد لله كله على قلب رغم واحد. محمد الشناوي حارس المرمى العملاق قال يتكلم مع اللعيبه بشكل واضح جدا بعد المباراه وقال لهم نحتفل ثم نفكر في اللي جاي. النهارده التدريبات بدات سريعا علشان في امل كبير جدا وهدف كبير وهدف اكبر، وهو تخطي عقبه بطل البرازيل في طريق مهم جدا لازم نخطوه جميعا نحو نهائي كاس العالم للانديه. امبارح يا كابتن اسلام وكابتن هاني قلت لكم كلام مهم على الجمهور، اعتقد اللي انا قلته امبارح مع حضراتكم تحقق امبارح بشكل واضح. وجود كل هذا العدد من الجماهير في ملعب الجوهره يؤكد ان الاهلي كان اتعامل مع هذا الملف بمنتهى الحكمه ومنتهى الذكاء، وكمان جمهور الاهلي رسم لوحه جميله امبارح. انصراف جمهور اتحاد جده اللي بنشكره على الروح الرياضيه بعد المباراه، كان في بعض المداعبات الجميله او كل حاجه، ولكن الروح الرياضيه كانت مسيطره على كل الاجواء، لكن جمهور الاهلي كان حديث الجميع امبارح يا كابتن اسلام في جده. صحيح. كل حتى الضيوف الاجانب بيتكلموا على جمهور الاهلي بكثير من الاحترام وكمان الاعجاب، لان الجمهور امبارح ما كانش طبيعي يا كابتن اسلام طول الوقت تشجيع وهتاف للعيبه ورسمين لوحه جميله، وان شاء الله اللي حصل في المباراه الماضيه امبارح هيحصل باذن الله في مواجهه بطل البرازيل، لان احنا كمان قدامنا فرصه ان جمهور اتحاد جده اللي حاجه تذاكر كثيره جدا جدا، ممكن ان شاء الله يكون لنا نصيب كثير جدا في التذاكر دي لو قرروا طبعا مساندة فريق الاهلي باذن الله. محمود عايزين نعرف كمان رد فعل الصحف السعوديه على المباراه، لان المباراه الحقيقه كانت ديربي عربي اولا في كاس عالم للانديه، وانت عارف الاجواء قبل هذه المباراه كانت اجواء مشتعله حتى على مستوى السوشيال ميديا على مستوى الجماهير، فعايز اعرف منك يعني كمان الصحف قالت ايه والردود الافعال وانت ماشي في الشارع الناس بتتكلم ازاي عن النادي الاهلي؟ الاحتفال اذا كان على مستوى الجماهير وفي الملعب في الجوهره انتقل لكل وسائل الاعلام هنا يا كابتن هاني، كل الصحف الصادره اليوم كل العناوين الرئيسيه بتتحدث عن الاهلي وعالميه الاهلي. الاهلي زي ما قلت لك من شويه ما اصبحش مجرد نادي يفوز بكل الالقاب المحليه او يحتكر كل البطولات القاريه، اصبح نادي عالمي بكل معنى الكلمه. ده كان كل او الطابع الرئيسي والسمه الاساسيه في كل عناوين الصحف الصادره النهارده في السعوديه. كمان كل وسائل الاعلام او التلفزيونات والقنوات الفضائيه كلها افردت مساحات موسعه للحديث عن الاهلي وقوه الاهلي وحلم الاهلي
كل دلوقتي الناس بتتكلم بعد ما كان الحديث عن حظوظ اتحاد جده القويه على حساب الاهلي، دلوقتي تحول الحديث عن حلم الاهلي الكبير وهو الوصول لنهائي المونديال وتحقيق انجاز اكبر. الاحتفاء بالاهلي كان على المستوى الرسمي في وسائل الاعلام، كمان على المستوى الجماهيري كل الناس اللي كانوا متعاطفه مع اتحاد جده وشجعوا ده حقهم طبعا، دلوقتي التشجيع كله اصبح للاهلي. كمان عاوز اكلمكم في نقطه مهمه وهي حديث الاستاذ الاعلامي وليد الفراج، هو راجل تحدث على الاهلي امبارح بمنتهى اللطف. لما احنا مسميين الحلقه انا بقول لك ايه يا محمود احنا مسميين الحلقه النهارده حلقه الزو. ايوه حلقه احنا عملنا ثلاثه زو على فكره، يعني هو كان بيهزر طبعا واحنا بنهزر برضه. طبعا 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 هو راجل جميل ومداعباته لذيذه، لكن لا تستفز الاهلي يا كابتن وليد، وده اللي حصل بالفعل. عاوز اقول لك انه لعيبه الاهلي كانت يعني متابعه الاحداث، اكيد كان متابعه الاحداث. كهربا قبل المباراه اتكلم وانا قلت لحضرتك الكلام ده، اتكلم على وليد الفراج وقال له لا تستفز الاهلي، وده اللي حصل. رد نجوم الاهلي كان رد سريع ومنطقي وقاسي داخل الملعب. طيب اللي جاي ايه يا محمود بقى؟ لانه الفرحه خلاص عرفناها وشفناها، ولكن اللي جاي ايه؟ سمعني انتوا اكيد اتكلمتوا عن الفرحه امبارح بكثير من الاتفاضه. عاوز اقول لكم بس على اخر الاخبار، كابتن محمود الخطيب طبعا كان موجود النهارده في المران، كان من المقرر سفر الكابتن محمود الخطيب لدبي لاستكمال بعض الجلسات الطبيه الخاصه به، لكن الكابتن الخطيب تواصل مع طبيبه الخاص في الامارات وقرر تاجيل الزياره الطبيه دي ان شاء الله يرافق البعثه الى الامارات باذن الله. وكابتن الخطيب باذن الله موجود النهارده، تحدث مع اللعيبه لمده 10 دقائق تقريبا قبل المران، اتكلم معاهم في بكثير من الحب، كثير من الاعجاب، كثير من التحفيز لما هو اللي حصل امبارح في اوضه اللبس. كابتن الخطيب تقريبا قرروا النهارده بكثير من التشجيع لعيبه الاهلي، اتكلم مع بعض اللعيبه على حده وحرص على تشجيع بعض اللعيبه اللي كانوا متميزين جدا امبارح، كل لعيبه كانت متميزه طبعا، لكن الكابتن الخطيب بيديهم دفعه من عروية كبيره وقرر تاجيل سفره زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله يرافق البعثه الى الامارات. كل اللعيبه النهارده الحمد لله بخير، مفيش اي شكوى من الاصابات الحمد لله. حماس شديد جدا النهارده في التمرين، خاصه من بين اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه، النهارده كل الناس على نفسها تشارك في هذا المحفل الدولي الكبير. مروان عطيه حصل على اهتمام كبير جدا جدا من الجميع هنا، كابتن اسلام وكابتن هاني، وسائل الاعلام، الجماهير، المتخصصين، كل الناس بتتكلم على هذا اللاعب الذي حصد جائزه افضل لاعب في المباراه. وكمان مروان حصل على اشاده كبيره من كولر، وكان في مداعبات النهارده وامبارح ما بينهم وبين بعض، وكان واللعيبه كمان حرصت انها تتصور مع الجائزه بتاعته، جائزه افضل لاعب في المباراه. وكمان عاوز اقول لكم على لقطه انه مروان يعني كان حريص ان هو يشكر الجهاز الفني واحد واحد تقريبا بعد حصوله على الجائزه، وبيشكر لعيبته وزمايله بشكل رائع جدا ويعبر عن اخلاقيات هذا اللاعب المحترم. كهربا امبارح يا جماعه كان بيتكلم في كلام مهم جدا للمستقبل، لما قال بشكل واضح، حتى كمان انا كنت واقف معاه انا وزميلنا محمد سعيد الاعلامي في قناه الاهلي، واتكلمنا معاه بعد المباراه، وقال ولسه احنا هنا احنا مش جايين نهزر. كلام كهربا يؤكد لك على الطموح الموجود لدى لاعبنا. كمان حسين الشحات نال تهنئه كل اللعيبه والفيفا هيعمل معاه حوار خاص باعتباره صاحب رقم قياسي مهم انه سجل في 4 نسخ. اكيد طبعا عرفتوا واتكلمتوا عن مكافاه الكابتن الخطيب، مكافاه الاجاده للعيبه. وعاوز اقول لكم برضه على حاجه مهمه، هي الجلسات المتعدده والمتتاليه والمتواصله من محمد الشناوي حارس المرمى وعلي معلول واحد من كبار نجوم الفريق مع اللعيبه، بيتكلموا مع كل اللعيبه بشكل مستمر جدا. كل اللاعبين يستحقوا مننا كل الاشاده محمود، عاملين الحقيقه بجد بجد، ولهم انتم فرحتوا كل الجماهير النادي الاهلي، ولكن ننتظر منكم القادم لان القادم دائما يكون اصعب. ناس بتقول لي انت دايما مش متفائل، لا انا ده بالعكس، انا دايما النتيجه متفائل. الكبيره بتحمل مسؤوليه اكبر، النتيجه الكبيره بالظبط كده بتحمل المسؤوليه الاكبر، وبالتالي الكل ينتظر النادي الاهلي يوم الاثنين اللي جاي الساعه 8 بالليل علشان نصعد لاول مره في تاريخنا ان شاء الله، يا رب يا رب ان شاء الله الى المباراه، نبذل كل جهدنا ان شاء الله في هذه المباراه. وارجو توصيل كل اللي احنا عمالين نقوله واللي كل جمهور النادي الاهلي بيقوله ان احنا بنحبكم جدا، وننتظر منكم المزيد ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يا استاذ محمود. باذن الله كابتن اسلام، عاوز اختم معاكم بالاشاره الى انه الحكم البولندي سيمون مارسيناك هيكون مرشح الاقوى لاداره المباراه المرتقبه بين الاهلي وبطل البرازيل فلومينينسي.
في نصف نهائي كاس العالم للانديه لكل العالم هيتابع هذه المباراه، وحكم كبير طبعا شارك في كاس العالم بقطر مؤخرا. عاوز برضو اشير الى نقطه مهمه، هو حديث مستر كولر مدير الفني للاهلي اللي اكد انه يملك الخبره الكبيره للتعامل مع الانتقادات اللي تعرض لها الفتره اللي فاتت، لكن اللي بيحصل دلوقتي من انجازات يؤكد ان الفريق يسير بخطوه ثابته نحو تحقيق الهدف، واكد كمان او اشار الى انه شاهد مباراه واحده لبطل البرازيل. طيب. واكد ان هو بيمتلك مواهب عديده لكنه قادر على تخطي العقبه باذن الله. عموما انا بشكرك جدا زميلنا محمود شوقي اللي دايما الحقيقه بيوافينا بكل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي.